الأخوة الأعزاء في تجمع الكناري، منتدى كناري فانز. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا عن تحجيل الطيور في العمر أسبوع وعشرة أيام. طبعا نأخذ فكرة عن الحجول. طبعا هناك الحجول البلاستيكية المفتوحة تأتي جاهزة من بلادها، ولدينا هنا المفتاح وهذا لاصق الجروح، وهذه حجول ألمنيوم وأيضا هذه حجول ألمنيوم. وأشكر كل من أهداني هذه الحجول وهذا المفتاح، جزاهم الله خير. أما بخصوص هذه الحجول التي تكون جاهزة ومفتوحة، طبعا يوجد منها ألمنيوم في الدول الأوروبية وليست متوفرة عندنا، موجود متوفر منها البلاستيكي. أيضا هذه نفس الطريقة، نقوم بوضع الخاتم فيها أو المفتاح سوري، ثم نقوم بوضع قدم الطائر ونقوم بسحب المفتاح بشكل هادئ حتى يبقى عندنا الخاتم أبدي في قدم الطائر. وهذا ميزة الحلقة هاي أو الخاتم البلاستيكي، ميزته إنه سهل إزالته في أي وقت، يعني ممكن أي مربي يقوم بإزالته، فقط بفتحه زي هيك. ثم نقوم بإزالته. طبعا يجب استخدام شيء ذو حواف، ممكن أن أستخدمها أنا في إزالتها. طبعا هذا موضوع الإزالة، يجب استخدام المقص الخاص بالحجول، وأقصد فيه الألمنيوم. أما بخصوص البلاستيك فهو سهل عملية إزالته. لدينا الآن بخصوص المقص البلاستيكي أو مقص الحجول الخاص للألمنيوم، طبعا إن شاء الله قريبا سيتوفر عندي منه، ولكن دعونا نتحدث الآن عن لاصق الجروح وما فائدته في تحجيل الطيور. طبعا بعض الطيور تقوم بإزالة الخاتم وهي في قدم الطائر أو قدم الفراخ، فنقوم نحن بالمحايل عليها، نقوم بقص قطعة منها طبعا من لاصق الجروح، ثم نقوم بفتحها كالتالي حتى، طبعا سنفرض أن هذا خاتم ألمنيوم وليس بلاستيكي، أو سوف أقوم باستخدام خاتم الألمنيوم. طبعا هذا عندنا الخاتم الألمنيوم، نقوم بإلصاق هذه عليها. الميزة فيها أن لون اللاصق تقريبا بلون أرجل الفراخ، لذا لا تقوم بإزالته الأنثى. أما اللون الأزرق أو الأخضر أو ما كان من الألوان التي تكون على الخواتم أو الألوان الخاصة بالخواتم، هي ملفت للنظر مع لمعتها، لذا نقوم لفه بالشكل التالي، وبعد ذلك سوف يتم تحجيل الطيور. كما ترون هذا هو الحجل. طبعا بخصوص الفازلين، قد يصعب علينا في بعض الأحيان وضع الخاتم في القدم عند تحجيل الطيور، ممكن استخدام شيء بسيط على الخاتم عند البداية، عند بداية التحجيل، ثم نقوم بوضعه في قدم الطائر، ويسهل علينا دخول الخاتم إلى القدم لنهاية القدم. طبعا
سوف نريكم الآن طريقة التحضير. طبعا أنا قمت بإزالة اللاصق لأني أستخدمها لبعض الإناث وليست لكل الإناث كما ترون. الآن سوف أقوم بتحليل الطائر. طبعا مسألة تحديد الطائر يجب في البداية أن نقوم بإمساك الطائر بشكل صحيح أو الفرخ. طبعا لدينا هذه الأصابع، أنا شخصيا أستخدم هذه الطريقة وهي سيطر على الأصابع الأمامية بالبداية، ثم أقوم بإحضار الحجل وضعه بالإصبع الأول والأخرى كما ترون، ثم نقوم بسحب الحجل وعندما نصل إلى هذه المرحلة يجب علينا ألا نترك الطائر هكذا، وإنما نقوم بسحب هذه المنطقة وهي القدم الخلفي، ثم يبقى الطائر مثلما شرحت لكم في طريقة تحجيل الطيور. سوف نأخذ طائر آخر، سوف أريكم الطائر الثاني في تحجيله. كما قلت لكم أهم شيء مسك الطائر أو الفرخ بهذا الشكل، ثم نقوم بالسيطرة على الأصابع الأمامية كما ترون، لاحظوا أقوم بوضع الحجل في الإصبع الأمامي، ثم طبعا هناك مشكلة بعضها، ولكن أفضل أن تقوم بمد الأصابع كما ترون ثم وضعها مباشرة في القدم، الأصابع الثلاث الأولى ثم نصل إلى المرحلة النهائية مرحلة الإصبع الخلفي، نقوم بإزالة هذا بالشكل التالي ثم إعادة الرش. أتمنى أنكم استفدتم الموضوع، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقات المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.